ينضم إلينا مراسلنا من فيرجينيا خالد خيري ومن شيكاغو بهاء ملحم. والبداية معك خالد خيري. إذن خالد، كيف تتشكل الصورة لديك في فيرجينيا حتى الآن؟ نعم، يعني الصورة في ولاية فيرجينيا حتى الآن المنافسة على أشدها بين الجمهوريين والديمقراطيين. صحيح أن عامل الطقس دخل على الخط وقلل إلى حد ما من نسبة وكثافة الحضور حتى هذه اللحظة، ولكن الساعتين الأولتين كان هناك إقبال من كبار السن والمتقاعدين. الآن ننتظر يعني استراحة ساعة الغذاء في الولايات المتحدة من أجل إقدام الناخبين أيضا على صناديق الاقتراع، ثم عصرا وليلا حيث تغلق الصناديق أو المقار في الساعة 8. هناك أيضا مشكلات حدثت في ولاية فيرجينيا، منها أن الإعلام الموالي للجمهوريين والرئيس ترامب مثل شبكة فوكس نيوز اتهمت الديمقراطيين بأنهم يعني يسيئون للمرشحين هنا في ولاية فيرجينيا، خاصة المرشحة باربرا كومستاك وهي محسوبة على الرئيس ترامب. حدث عليها يعني هجوم بألفاظ وعبر السوشيال ميديا بأنها تقود البلاد وتقود هذه الولاية نحو الهاوية، خاصة فيما يتعلق برفع الضرائب وإلغاء نظام التأمين الصحي، وهذا ما يلعب عليه المرشحون الديمقراطيون أمثال جيرالد كونلي هنا في هذه الولاية. بشكل عام المنافسة قوية وينظرون إلى هذه الانتخابات هنا في هذه الولاية وفي الولايات المتحدة بشكل عام، كما ذكرنا بأنها استفتاء على ترامب. نعم، هذا حقيقي. البعض يراها أنها استفتاء على ترامب ربما، ولكن كل استطلاعات الرأي أشارت يوم أمس وحتى اليوم إلى أنه سيتمكن الديمقراطيون في هذه الاستحقاقات أو الانتخابات من الحصول على مقاعد أكثر في مجلس النواب، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد ربما في مجلس الشيوخ. هل الوضع كذلك حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة استطلاعات الرأي تسير في الاتجاه ذاته. الجمهوريون هم بطبيعة الحال مسيطرون على مجلس الشيوخ ولا يحتاجون إلا على الأقل الحفاظ على نسبة 51% من المقاعد. الديمقراطيون بالفعل يسيرون للسيطرة على 23 مقعدا المطلوبين لإحراز تقدمهم في مجلس النواب، وحتى وسائل الإعلام الأمريكية تقول إن الديمقراطيين في طريقهم إلى مجلس النواب الأمريكي واضعين حجر عثرة أمام دونالد ترامب في العامين المتبقيين له. طيب خلينا تفضل بقائي معي وانتقل الآن إلى شيكاغو، ومعي من هناك بهاء ملحم. بهاء، يعني الآن كما أطلعنا الزميل خالد أنه في فيرجينيا الأمور تسير على ما يرام، فقط استراحة الغداء حتى الآن. كيف يجري الوضع الآن في شيكاغو وبالتالي المعروف على هذه الولاية أنها تدعم بشكل كبير الديمقراطيين؟ هذا صحيح، هي تعد معقلا تاريخيا للحزب الديمقراطي، ولطالما كانت هذه الولاية تدعم المرشحين سواء للكونغرس أو مرشحين للحزب كذلك في الانتخابات الرئاسية. عملية التصويت لا تزال مستمرة وقائمة بسلاسة وبهدوء دون أي معيقات. انتقلنا من وسط المدينة إلى هذا الحي في جنوبها، حي بيلسون جنوب مدينة شيكاغو. الحركة مستمرة وقائمة في مكتبة المدينة، في مركز الاقتراع في مكتبة المدينة من خلفنا، وإن خفت وتيرات بالمقارنة مع ساعات الصباح الباكر. كما فهمنا في هذا الحي اصطف الناخبون باكرا للإدلاء بأصواتهم في هذا المركز وغيره من المراكز المنتشرة هنا قبل الذهاب إلى أعمالهم. ربما أيضا كما هو الحال في ولاية فيرجينيا مع دخول وقت الغداء يغادر الموظفون عملهم وربما ينتهزون الفرصة للإدلاء بأصواتهم. الحركة قائمة ومستمرة وبهدوء لا جديد فعلا. ربما بالإمكان القول بأن المعركة في عموم هذه الولاية تشتد على مقعدين أساسيين في الدائرة السادسة وفي الدائرة الرابعة عشرة. تمكن المرشحون الديمقراطيون فعلا من تقليص الفوارق مع المرشحين الجمهوريين، وكذلك يشتد الصراع ويشتد السباق على الانتخابات لحاكم هذه الولاية. عموما الفارق كبير بين المرشح الديمقراطي الجديد مقارنة مع الحاكم الجمهوري الحالي، فيما يبدو بأن الاندفاع الأزرق سيكون كبيرا وواسعا في هذه الولاية. طيب بهاء، كما تفضلت وسألت قبل قليل الزميل خالد خيري، استطلاعات الرأي تشير ربما إلى إمكانية تقدم الديمقراطيين في مجلس النواب ولكن ليس في مجلس الشيوخ. يعني حسب متابعتك حتى الآن بهاء لما يحدث في شيكاغو وباقي الولايات، ربما هل من الممكن أن تحدث مفاجآت كالتي حدثت سنة 2016 في الانتخابات الرئاسية؟
بالعودة للسيناريوهات الماضية للانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب وهيلاري كلينتون، وبالمقارنة أيضا ربما مع استحقاق انتخابي آخر، استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج مغايرة ومختلفة عما آلت إليه الأمور تماما. بالتالي المفاجآت تظل قائمة، وأن تخطئ استطلاعات الرأي مرة أخرى يظل هذا السيناريو وارد. لكن بحسب القراءات، بحسب المساجات العامة التي نلمسها من الناخبين ووسائل الإعلام والمناخ السياسي القائم عموما، الجميع يندفع للتصويت في هذه الانتخابات النصفية لإيصال رسالة واضحة للرئيس الأمريكي ترامب برفض سياساته ورفض توجهاته ورفض خطابه الذي يركز على كثير من القضايا التي تثير الجدل، لا سيما مواضيع الرعاية الصحية ومواضيع الهجرة وهذا المضي الدائم من الإدارة الأمريكية للتأثير على إرث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. سنبقي عين على هذا الحدث طبعا ونتابع معكم التطورات. شكرا جزيلا لك بهاء ملحم من شيكاغو، والشكر موصول أيضا لزميل خالد خيري من فيرجينيا.